تفضل. إلي ابن عم أخو أبوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار. نعم. رجل يعني الآن ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع أنا أستد منه الفلوس، يعني بحاول إني دائما يعني أحصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمروا فيها. فبجوز إني أعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا أقول له إنه هذا يعني فهمت عليك، اسمع الجواب. نعم. إذا كان الدين دمات ما بجوز يمشي بديل الزكاة. أنا. أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف، فبيجوز بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبره مدون زكاة مني ومنك، مني إليك، ومالي عندك فأنت بريء الذمة مني. فإذا قبل منك فبها، وإلا فلا. معتاد أنا أني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا الكلام. ما بهم جائز. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. أهلين.